السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على مقابله اليوم اللي جمعت نيوكاسل مع مان سيتي، حابين نرجع على المايسترو المتالق اسماعيل بن ناصر اللي ناديه ميلان واجه لاروما المقابله اللي نتاها 2-0، المقابله اللي تالق فيها اسماعيل بن ناصر وعمل كل شيء، عمل كل شيء خاصة الدور نتاعو وسط الميدان الاسترجاعي، عملوا أحسن ما يرام وتحصل على ثاني تنقيط نتاعو 7.6 كأحسن ثاني أحسن لاعب في المقابلة، ثاني أحسن لاعب في المقابلة حسب موقع هوسكورد. إذا مزيد من التألق لإسماعيل بن ناصر ولما لا للبروز في نادي كبير جدا بعد ما يتألق أيضا في ميلان، نشوفه ان شاء الله في نادي كبير الموسم القادم باذن الله تعالى. مقابله اليوم اللي نتكلموا عليها مقابله مان سيتي ونيوكاسل اللي شهدت خروج رياض محرز في حوالي الدقيقه 60 بعد ما ادى شوط اول مقبول جدا، لكن الشيء اللي دائما نعاود نكرر فيه انا والناس تقول لي ما كانش منها وما كانش منها هذه للمحابات وما كانش منها اللاعب الانجليزي ودولي انجليزي وما كانش منها رياض محرز لو كان لاعب مستوى عالي دائما يكون اساسي وما يخرجش، اذا كان هذا ضعيف لازم يخرج. رايي ثابت، رايي ثابت، انا لما نشوف لاعب مثل رياض محرز يدير في لابيل ان فوا دو فوا تروا فوا كات فوا ما يجيش البالون، الوحيد يلعب معه شويه دي بروين، الشوط الثاني مع بدايته ما كانش يجيب بالون ويروح، دخل برناردو سيلفا البالون عاد يمشي. نعطيكم معطيات وانتم اخوتي فسروها على رواكم، ربما اني غلط. الحمد لله اخي كاين التكنولوجيا وشفنا كل الماتش، ماتش تقريبا كامل شافوه الناس اللي شافت المقابله، اللي شافوا المقابله قبل ما يدخل برناردو سيلفا وفودان على البالون يدور جهتهم، على البالون يدور جهتهم ويمشي جهتهم البالون عادي نورمال، بينما رياض محرز يدير 20 ابل واحد ما يجي، واحد ما سمع به، واحد ما يجيب البالون خلاص، واحد ما سمع به، واحد يقول لي ستيرلينغ او سجل هدف، انت تكره ستيرلينغ ستيرلينغ ستيرلينغ، ها ماركا هدف يعني لاعب مليح واللي راقي فاس فاس وما ماركاش خلاص في الشوط الاول والو غايب، مفروض الشوط الثاني كي نبدا به هو ندير شونجمون في الدقيقه 59 ولا 60 سيرلينغ، لوجيك لوجيك الاخر المنطق الاخر. محرز يخي لعب نقولوا مقابلات حب يريحوا، معليش حتى سيرلينغ لعب مقابلات عديده على ما يريحش، ما يريحش الشوط الاول خارج الاطار فاس 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 وحده 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 فاس فاس يرابيها، بينما محرز يلعب مع الجماعة يلعب مع الكوليكتيف يدور بالون ويدريب كذا يخرج في الدقيقة 59 ولا 60، واللي الشوط الأول غايب ما يخرجش، واللي كان غايب واللي كان غايب يلعب أساسي وما يخرجش، وكل المقابلات يلعبها كل المقابلات نتاع السيتي يلعبها وما يخرجش، امبوسيبل يخرج مستحيل، ألا لأنه دولي إنجليزي باش ترضى عليك إنجلترا لازم تحبيها، باش تحبيها لازمك تلعب لها لي جوار تاعها. مقابلة جاية مقابلة السيتي مع من؟ مع البطل مع ليفربول. ألا نتمنى من غوارديولا ما يلعبش محرز، يلعب سيرلينغ، خلي محرز ما عندوش مستوى ضعيف، سيرلينغ أحسن. سيرلينغ فنان، رحيم سيرلينغ فنان، لعب سيرلينغ خلي محرز احتياطي ما عندوش مستوى محرز حقيقة. سيرلينغ
خارج الإطار أساسي، مصاب أساسي، ضعيف أساسي، يضيع أساسي، يجيب بطاقات صفراء أساسي، ولي جوار ومحرز بالأخص نحكو على محرز اللي يهمنا، لا لا لازم يريح في البنك شي يعنينا ما فهمت والو. صحيحة ومركبية سرنين بصح علاه ما يخرجش؟ او كان اوت اوت شوط الاول اوت شوط الاول اوت يلعب وزيد يكمل ويلعب ونقول لكم مام حتى دبروين دبروين لانه حسب شيكور نهار اللي خرجوا ماتش هذا دار مشكله مع لونترينير مع غوارديولا من ذاك النهار كلام سريك ماك عفوا كلام دبروين ما يطيحش ولازم ديما تيتيلر دبروين كيخرج بعد ما امن السكور دو زيرو خلاص امنوا السكور دو زيرو خرج دبروين على عنده ماتش تاع سيتي تاع ليفربول سيتي كونتر ليفربول مي بصح سيرلينغ يكون اوت يلعب اوت يلعب واش معناها اوت يعني خارج الاطار ما يعرف يدير كونترول دو بال ما ي... ما ي... ما ي... ما يباسي لصحابو الانانيه فصفصيراتي بصح يلعب يلعب سجل هدف خلاص كمل بيتيتيلر امو دخل صاني حب تريح سيرلينغ دخل صاني سيرلينغ يلعب 90 دقيقه كل المقابلات ماشينا روبو كل المقابلات وين المداورة هذا الشيء اللي راح دار عليه مهم جدا هذا الشيء اللي كسر السيتي وحطم السيتي وكسرها وخلاها ضعيفة يا عدم المداورة بين المجموعة باين سيرليك ما يخرجش دار تشققات في المجموعة حتى يصح قول عاد كاين ديكلون في السيتي علاش لانه عارفين بلي سيرلينغ ما يخرجش لاعبين هما في ذهني في راسهم عارفين بلي سيرلينغ يكون اوت يكون خارج الاطار ما يلعبش مليح الابن المدلل اللي غوارديولا لازم يلعب سيرلينغ يكون اوت يلعب هذا هي عاد اللاعبين عارفين مسبقا بلي سيرلينغ تيتولار بلا حساب لازم يلعب بلي في العام كومبلي ما لعبش مقابله ولا زو في عام كامل ما لعبش مقابله الله اعلم في عام كامل سي با نورمال ميسي وما ادراك ما ميسي ويخرج بنك ميسي وما ادراك ما ميسي يخرج بنك ورونالدو وما ادراك ما كريستيانو رونالدو ويخرج بنك ويريح احتياط سيرلينغ لا سيرلينغ فوق السيتي وفوقهم كل علاش محاباة لي زونغلي كي نهضر الهضرة هذه الناس يقول لي انت ما تفهمش بالون واش دخل هذه في هذه واش دخل محاباة سيرلينغ كان في اضعف مستوياته الناس انا كي نهضر مع الناس اللي تبع المقابلات تاع السيتي مقابلة ما طراطيها كامل الناس شافتهم يشوف شافت الناس باللي سيرلينغ كاين مقابلات يكون خارج الاطار بصح ما يخرجش يخرج دافيد سيلفا يخرج محرز ساعات يخرج برناردو سيلفا بصح سيرلينغ ما يخرجش خارج الاطار يراطي في لي بال فاس فاس يراطيها ما يديرش ما يباسيش لصحابو الانانيه يفزد البالون يفزد المقابله فزدها بصح ما يخرجش كيف السيتي هذه تعود فريق كبير ولا يدي بطولات خلاص تكسرت السيتي مان سيتي تحطمت عليه بالمحاباة مع الانجليز نحابي الانجليز باش يكتبوا عليا يهضروا عليا والصحافه الانجليزيه قويه الاعلام الانجليزي قوي هذا شيء معروف عالميا باش ما نبقى ديما في الصوره غران اونترينار وماما غوارديولا احسن مدرب في العالم وكذا بينما زين الدين زيدان لو نشوفوا زين الدين زيدان ما عندوش المحبات مع الاسبان الناس كامل تلعب واللي ما يقدمش المستوى تاعو يريح في الاحتياط كاين ما خير منه هذه هي المداوره الاحسن اللي يلعب اما لاعب اناني ما يبدلش اصحابه ولا لاعب يكون خارج الاطار لا يلعب 90 دقيقه ما يلعبش
صح. غوارديولا هذا محاباة، لازم يحابي الانجليز باش يرضاو عليه الانجليز. سيرينج اساسي دائما دائما. الشوط الاول انا كنت ننتظر الشوط الاول، قلت معايا يبدا اوم وا يعطي 5 دقائق، قال دقيقه 50 يبدلوا، ما كانش. خرج دافيد سيلفا وخرج محرز. عيقول لي يا خاوتي، تقولوا لي يا خاوتي باللي ممكن مقابلات السيتي القادمه مع ليفربول مهمه، حاب يريحوا. هاو سيرلينغ ما مريحوش، هاو سيرلينغ ما يلعب اساسي، يريح محرز يريح سيرلينغ، خلي لي كادر هذا ما يريحوا المقابله الجايه تاع ليفربول، رغم انه ما عنده حتى معنى المقابله، ليفربول خلاص دات البطوله. وين راح تريح المعافاك، يعود مقابله مهمه خلاص البطوله داتها داتها ليفربول. صاي نرجع في دائما فكره اللي دائما نقولها، الراي تاعي دائما نذكر به الناس، شامبيونز ليغ راي في اللعب، الشامبيونز ليغ راي في خطر للسيتي، راي في خطر بالطريقه اللي راه يمشي بها غوارديولا، المحاباه لزونغلي وعدم تدوير المجموعه ومحاباه سيرلينغ والانجليز اللي بصفه عامه معروفه، راح تتحطم السيتي، راح تتكسر السيتي، راح تتحطم وتتكسر السيتي خلاص. اصبح انا نقولها ونعاودها، مقابلة ريال مدريد اللي نقولوا 80% تقساط ريال مدريد، بصح بالطريقة اللي تلعب بها السيتي الآن وفي التفكير نتاع السيتي نتاع المدرب نتاعها نتاع لازم ليزونجلي يبقاو دائما في الواجهة، ما نقدروش نغضبوا سيرلينغ، راح تتقصى السيتي بالطريقة هذه، راح تتقصى السيتي وراح تكاليف الريال للتاريخ. إذا بقات هذه العقلية نتاع غوارديولا نحابيو ليزونجلي ونرضيو سيرلينغ باش ما يغضبوش عينا الاعلام الانجليزي، مفروض مدرب محترف ومدرب يقولوا مدرب عالمي ما يقع ما يوقعش في الفخ هذا، ما يطيحش في الغلطات هذه. ما نحبيش لي زونغلي، انا نكون انتيليجون، ما نكونش نمشي مع يعني باش نرضي الانجليز، لا نبني نادي قوي، نبني ايكيب قويه، احسن لي يلعب، الاحسن اللي يلعب، اللي ناقص يريح في الاحتياط، هذا هو نظام المنافسه، وندير كونكيرونس بين لي جوار. اما باش رضي الانجليز راح تتكسر ليكيب وتعود فيها تكتلات، وشفتوا بعينيكم ليفربول تهرب على سيتي بقريب 20 نقطة، علاش؟ والأكثر من 20 نقطة، علاش؟ المحاباة، المحاباة تودرت البطولة ورايحة ممكن تزيد تودر الشامبيونز ليغ. بسبب ماذا؟ بسبب محاباة ليزونغلي حقيقة. إذا في الأخير خوتي نتمنى التوفيق لرياض محرز في قادم المقابلات. في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.